موقع أنا السلفي. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الشيخ السعدي رحمه الله، قوله تعالى كذبت عاد، وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن. أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر أي مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما أي متتابعة، كما قال الله في الآية الأخرى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وهنا قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس أي من شدتها، فترفعهم إلى جو السماء ثم تدمغهم بالأرض فتهلكهم فيصبحون كأنهم أعجاز نخل منقعر، أي كأن جثثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الأرض. يقول فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر، أي كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كرر تعالى ذلك أي تكررت هذه الآية رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. قصة أخرى من قصص أهل التكذيب وهم قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آتاهم الله عز وجل بسطة في الأجسام والقوة فلم يشكروا نعمة الله بل كفروها وتكبروا وطغوا وبغوا حتى تبجحوا قائلين من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم بنعمه وأمرهم أن يتوبوا إليه وأن يستغفروه وأن يشكروه، فما كان منهم إلا الكفر والتكذيب. فأرسل الله عز وجل عليهم الريح الشديدة فيما ذكر في قوله تعالى سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وكانت الريح ترفع الرجل في السماء ثم تنكسه على الأرض على أم رأسه حتى تشدخ رأسه وتقطعها فيبقى جثة بلا رأس عياذا بالله تعالى، كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأنهم أعجاز نخل منقعر. وهذا تحذير لكل عاص من عذاب الله وعقوبته، ما نطيق عقوبة الله ولا عذابه ولا غضبه، لذلك فلنترك أسباب العقوبة وأسباب الغضب من فعل ما حرم علينا سبحانه وتعالى وترك ما أوجبه تبارك وتعالى علينا. لا يغترن أحد بقوته مهما كانت، فلن تكون كقوم عاد ولن تحصل شيئا مما حصلوه من هذه القوة، ومع ذلك كان هلاكهم وكانت هذه العقوبة وكان العقاب شديدا كما رأينا. ثم تختم القصة بمثل ختام القصة السابقة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من مقبل على كتاب الله متعلم فيعان على ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.